تفصيلة وخياطة تونيك حريمي بطريقة سهلة وبسيطة ومن الصفر. أهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وتعملي أجمل منه. مع تحيات تعليم الخياطة مريم أحمد في أمان الله. وعليكم أجمل السلام جمهور في وبركاته. ازيكم يا أجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة رجعنا مع بعض بتصميم جميل قوي، تونيك حلو قوي، تونيك كروازيه. أول مرة نعمله الكروازيه يبقى تونيك، فدي هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير أي حاجة. البطرون الأساسي ده موجود هتلاقيه تحت في صندوق الوصف مرسوم بمقاسات كبيرة وواضحة جدا. طيب دلوقتي هنبدأ التعديلات عشان خاطر التصميم ده يبقى تونيك جميل جدا. بصوا دلوقتي حالا عندنا 3 دورانات، دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الأرداف، تمام كده. وبعدين عندنا هنا الكتف، وبعدين حردة الإبط، وحردة الرقبة الأمامية. احنا كل ده شغالين في الأمام. الخلف بطرون تاني لوحده، وهنبدأ برضو نشرحه نفس الحكاية. طيب وبعد كده عملنا هنا تقسيم عند الوسط، وبعد ما عملنا التقسيم عند الوسط بس ما قسمتش الوسط قوي، يعني قسمت 1 سنتي بس اهو. بس المفروض الوسط عندي 8 سنتي، فانا المفروض اخد 2 سنتي كمان، ايه، او 1 سنتي كمان، فانا مش هاخده بنسة من عند الوسط. تعالوا بقى نقسم الوسط ده على نصين كده، ايوه بالظبط هنا كده. وبعدين هنبدأ ان احنا نطلع من هنا كده مسافة 6 سنتي بنفس الشكل زي ما انت شايفة كده، بصي بالطريقة دي. وبعدين هنيجي من هنا ناخد 0.5 سنتي وناخد 0.5 سنتي عشان خاطر اعوض ال0.5 سنتي دوت، ابتدي ان انا اجسم بيه، فاهماني؟ يعني كأني ايه، خدت 1 سنتي من الجنب واخد 1 سنتي كمان بالبنسة. ثانية واحدة، بصي بقى بالشكل ده، شايفة ازاي؟ طيب وبعد كده البنسة دي هتبقى من فوق بس، لا دي كمان هتبقى من تحت، بس ده على حسب الرغبة، ممكن تعمليها ممكن متعمليهاش، فانا ممكن ما اعملهاش دلوقتي، انا بس بوريكي الشكل بتاعها ازاي وازاي تحسبي حسبتها. لان هنا طبعا موجود يا جماعة معانا كروازيه، فالكروازيه احنا عايزينه يبقى جاي مظبوط معانا. فهبدأ ان انا اجي هنا كده زيادة 4 سنتي بالشكل ده، وبعد ما زدت ال4 سنتي دول هبدأ ان انا اجي من عند حردة الرقبة فوق، من عند النقطة دي، من اول نقطة من بعد حردة الرقبة كده من شوية، واروح جاية كده بالخط ده، واروح عاملة الخط ده، تمام كده. وبعدين اروح موصلة بقى، موصلة التونيك بتاعي بالخط ده. يعني ادي الكروازيه اهو يا جماعه، اتعمل بشكل سهل وبسيط قوي. طب تعالوا نقصه عشان نشوف هيبقى عامل ازاي. ثانيه واحده، طبعا انا عايزه اوريكي شكله هيبقى عامل ازاي، شكله جميل قوي وبسيط قوي. وهنبدا ان احنا نقص واحده واحده، وبعدين هنبدا نشيل بقى الكتف بتاعنا اهو، وبعدين هنبدا نشيل حرده الابط بتاعتنا. التقسيم بالنسبة للتقسيم بتاع البنسة عايزة تعمليه تمام، مش عايزة براحتك برضو، دي الموضوع ده يا جماعة على حسب الرغبة. مش عايزة يبقى هتبتدي تاخدي التقسيم او الوسط بتاعك بوضعيته الصح، اللي هي ان انت تحطيه على الباترون بوضعيته الصح. رسم الباترون هتلاقوه موجود تحت في صندوق الوصف بشكل سهل قوي قوي وبسيط. وادي التونيك بتاعي اتعمل. طيب بعد ما عملت التونيك بالشكل ده، ناقص بقى ان انا اعمل الخلف بتاعي زي، عشان اخيط الخلف مع الامام واشوف الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي. وبالنسبه للخلف مفيش عليه اي تعديلات، هو بطرون اساسي بنفس المقاسات، وهنبدا نشيلها واحده واحده كده، ونبدا نعمل حرده الابط كده ونقص كده. وبعدين هنبدا نيجي من عند الكتف هنا كده، ونروح شايلين ونكمل، نروح شايلين حردة الرقبة الخلفية بالطريقة دي. وبعدين هنبدأ نركن بقى ده كله، وبعدين هنبدأ نفرد بقى البطرون كده الخلفي، ونجيب الكتف الأولاني ونركبه، الكتف الأولاني كده وركبه، بصوا. وبعدين أجيب بقى الجنب من هنا كده وأبدأ أركبه بردك أهو بالشكل ده، تمام، بالطريقه دي والشكل ده، تمام. وبعدين ابدا اجيب بقى الجزئيه دي كمان وابدا اركبها الناحيه التانية عشان اوريكي شكل التونيك. وطبعا هنركب فيه الماس زي ما موجود في الصوره، والالماس بتاعنا هتبقى بتتجاب برده كلفه كده جاهزه بتجيبيها، تبقى شكلها حلو قوي بردك اهي، كلفة من الألماز بتبقى معمولة بس ألماز، يعني كلها على بعض كده ألماز، مجرد بس شغل ألماز وخرز وحاجات زي كده، تمام.
ثانية واحدة. بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى احنا عملنا ادي اهو التونيك الطريقة دي ايا كانت اني واحدة فيهم اللي فوقي بعض، بس احنا هنحط في دي الكلفة عشان اوريكي دي واضحة ان هي متجسمة فالتانية مش واضحة، عشان كده هركب في دي. تمام، هبدأ اركب في دي بقى الكلفة بتاعتي بالشكل ده بالطريقة دي. بصي واحدة واحدة كده كده، وبعدين هاجي من هنا كده واروح جاية بزاوية كده عشان اوريكي الشكل اللي انا عايزة اوريهولك. تمام، وبعدين هاجي كده اهو. وفي الاخر خالص يا جماعة التونيك اتعمل معايا بنفس الصورة، ثانية واحدة اوريهولك، اتعمل معايا بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. تونيك حريمي بطريقة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر، اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل منه. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل واشتراك في القناة. تونيك حريمي بطريقة سهلة وبسيطة خروج. بصوا يا جماعة اتعمل ازاي، اتعمل كروازيه بطريقة سهلة قوي قوي. اهم حاجة اللايك الجميل والتعليق الاجمل واشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحيات تعليم الخاتماري باحمد. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك. تفصيله وخياطه التونيك حريمي بطريقه سهله وبسيطه ومن الصفر، اهم حاجه تتفرجي واحده واحده وتعملي اجمل منه. مع تحيات تعليم الخاتماري باحمد، في امان الله يا اجمل جمهور في الدنيا.